المجتمع المدني بمدينة فاس دعابة بما فيه جمعية كفاءة مواطنة للتنمية على تنظيم حملات تخصيصية داخل المدينة قصد توعية الساكنة بخطر وباء كوفيد 19، لكن بعد خطاب صاحب الجلالة نصره الله وأيده كثفنا من الحملات التوعوية والتخصيصية لفائدة الساكنة، فكما لاحظتم على أن هناك استهتار تام من طرف بعض المواطنين، لن نقول جل المواطنين سواء بوضع الكمامة ولا التباعد الاجتماعي، يعني كيف شفتوا على أن نظرنا في أحياء فاش جديد المشوار هناك كيف قلت واحد الإهمال. احنا خرجنا اليوم باش نقولوا للمواطنين خصوصا ساكنة فاس على ان وباء كوفيد 19 على انه كاين ما خصناش نستهتروا به. الحمد لله بفضل المجهودات اللي كتقوم بها السلطات المحليه وموازات مع فعاليات المجتمع المدني، كانت واحد الحمله ناجحه ولقى استحسان من طرف ساكنه المشهور فاس الجديد اللي رحبوا بهذه الفكره وعبروا على الوعي ديالهم باش ان شاء الله نتغلبوا على هذا الوباء، وتنجدوا الشكر للسلطات المحليه اللي قايمه بالدور المنوط ديالها على اكمل وجه. اليوم حنا كنساهموا في تنظيم هذه التظاهره التخصيصيه الى جانب جماعه مشهور فاس الجديد اللي بالفعل قيمة بواحد المجهود جبار على مستوى الجماعه في توفير واحد عدد الامكانيات ديال التخصيص وديال التوعيه وديال التعقيم وديال المحافظه على صحه المواطنين. في هذا الاطار حنا كمجتمع المدني سعداء اننا نقوم بهذا الدور التخصيصي اليوم بمعيه واحد المجموعه ديال الشباب ديالنا، تقريبا 30 شاب من الاطر ديال الجمعيه اللي عندها كفاءات مجال التوعيه والتخصيص. كنعتبروا هذا الدور ديالنا رئيسي لان المواطن اليوم بعد الخطاب الملكي حسينا بانه المجهود ديال الدوله الكبير اللي كتقوم به المواطن مازال ما قدرش يستوعب الدور ديالو الكبير لحد من هذا الوباء، وهذا تبين من خلال من بعد فتره ديال الحجر الصحي الارقام زادت ارتفعت بواحد الشكل كبير، وكان هذا كله نتيجه عن واحد العدد الاخطاء في التطبيق ذاك الطرق الاحترازيه اللي ما طبقتش بشكل جيد. اليوم مازال الناس كيتلقاو عن قرب بشكل كبير، اليوم مازال الناس ما كيستعملوش الكمامه، اليوم مازال ما كاينش واحد العدد ديال الوسائل ديال الاحترازيه، وتبين بانه كاين استهتار بالصحه ديال المواطنين، وهذا الشيء غينعكس علينا.